قساوة الطبيعة والبعد عن المدن لم يمنع البدو الرحال من متابعة الأحداث خاصة منها الوطنية على غرار المستجدات السياسية ببلادنا، ما يعكس حرص هذه الفئة المساهمة في إخراج البلاد من وضعها الحالي. أنا برا ونتبعوا البلاد وفي المدينة ونخرجوا وكل شيء نخرجوا كل البوليتيك نعرفوا. رانا برا وكل شيء عارفين، على خاطر اليوم كل شيء راه التيلي راه البورطابل راه كل ما حاجة اللي عندك انت اللي متصور في الجزائر راه عندي نتفرج فيها. رانا ان شاء الله نتبعوا الأحداث هذه ان شاء الله تخرج بالعافية والستر، ما رانا فرحين ان شاء الله الله يسقم لنا الجزائر والله يحفظها. عكس ما يعتقده الكثيرون فإن البدو الرحال واعون بما تعيشه البلاد خاصة من الجانب الاقتصادي الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاعهم. يا احنا الحمد ربي على الجزائر تاعتنا ولود فيها رجال وفيها كل ما هي حياة، خاصنا الرايس وخاصنا اللي يسير وخاصنا الموسيقيين اللي يخدموا البلاد. ان شاء الله الحالة تزيان ويتسقم كلش ويكثر لينا احنا الموال يكثر لينا قيل الف ونكونوا هانيين. هي انطباعات وتفاعلات فئة الموالين والبدو الرحل كفئة يتمحور حول نشاطها جل النشاطات التجارية بالهضاب العليا والآملة للعب دور في مسار التحولات التي تشهدها الجزائر. تحيا الجزائر واللي ما يبقش الجزائر ما كمل منهاش كاع.